مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليوم المباشر. عليكم بالعافيه. من خلال برنامجكم عليكم بالعافيه نقدم اشهى الاطباق الخليجيه والاطباق العربيه والاطباق العالميه ايضا. طبعا احنا ما زلنا في اسبوعنا اللي حددناه ونتكلم فيه عن الجنادريه، لان احنا الاسبوع الماضي جينا من الجنادريه، فبالتالي حنتكلم في هذا الاسبوع عن الجنادريه، نتكلم كل يوم عن اتجاه من اتجاهات المملكه السعوديه. اتكلمنا يوم الاحد عن المنطقه الوسطى، احنا اليوم في منطقه عزيزه وغاليه على الأمة الإسلامية. نحن نتكلم عن المنطقة الغربية. المنطقة الغربية تضم منطقة مكة المكرمة وأيضا منطقة المدينة المنورة. المنطقتين هي مطلة على البحر الأحمر أيضا من خلال محافظاتها المنتشرة على البحر الأحمر. فنتكلم عن تضاريس ونتكلم عن بيئة ونتكلم عن ثقافة ونتكلم عن موروث غني جدا 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 للجزيرة العربية. نحن اليوم في المنطقة الغربية نتكلم عن طبقين شهية أو عندنا أطباق حنقدمها أيضا من الطبيعة أو الموروث الموجود في المنطقة الغربية بصفة عامة. طبعا زي ما قلت لكم المنطقة الغربية يمكن مطلة على البحر الأحمر، فبالتالي في تنوع ثقافات وأيضا تبادل كثير من المواريث وأيضا التقاليد والعادات والثقافات. أيضا وجود رحلة الشتاء والصيف الماضي وأيضا امتدادها تقريبا أو في حدود موجودة في الشمال المملكة السعودية أو حدودها مع جنوب المملكة السعودية، فبالتالي في كثير امتزجت الأمور وأيضا يعني في جبالها وسهولها وأوديتها، ويعني والله نتكلم كلام جدا كبير عن الموجود والأشياء الموروثة في المملكة العربية السعودية. نتكلم عن طبق المحشي اليوم، وهو اللي هو طبق رئيسي حنقدمه طبعا، محشي باللحم. واحد كان بيسألني محشي بالدجاج أو محشي حمام، لا حنحشي خضروات نحشيها باللحمة. ايضا عندنا من الاطباق الجميله والشهيه واللي تقدم عاده في هذا الفصل بالذات او هذا الموسم، موسم الشتاء، اللي هي طبق الحلاوه التركيه. طبعا ايضا معانا سلطه جدا شهيه ولذيذه من الاوراق او من الخضروات الورقيه اللي تنتشر في المدينه المنوره. طبعا نقدمها اليوم نحن سلطه الجرجير، معها ايضا كثير من التوابل والنكهات اللذيذه والشهيه. خلوكم معايا حنشتغل مع بعض وركزوا في أطباقنا اليوم. طبعا هي إن شاء الله كلها سهلة وخفيفة، لكن تحتاج لها يعني إننا نركز إيش حسوي وإيش حسوينا وإيش الأفكار اللي ممكن نضيفها. لا تتقيدون بأنه الشيف قال 1 2 3، فبالتالي أنت يمكن في داخل المطبخ المنزلي، ودائما أنا أقولها كلمتي، المطبخ المنزلي هو منبع للإبداع. إذا الإنسان ما أبدع في المطبخ المنزلي مستحيل يبدع في أكاديمية أو يبدع في مطبخ فندقي، لأن المطبخ المنزلي ما مقيد، مفتوح، ممكن أي شيء تسويه، والخامات الموجودة عندي ممكن أستبدل، ممكن أضيف أشياء تفضيلاتي، ممكن أنا أحاول ألعب بطريقة تقديم أو طريقة إعداد، فبالتالي أكون جبت بشيء جديد وأضفت شيء جديد للمطبخ. طبعا نحن زي ما قلنا اليوم حنتكلم عن الطبق المحشي، وبيني وبينكم أنا سويت قدر أو سويت كمية محشي خفيفة عشان نكسب وقتنا، لأنه هي برضو قال المحشي يبغاله وقت ويبغاله الطهي على نار هادية، لأنك بتنوع خضروات جزرية متفاوتة في التسوية. يعني هنستخدم مثلا أوكي نتكلم عن مقاديرنا وبعدين نتكلم عن الطبق نفسه اللي هنعده نحن. بالنسبة للخضروات، بالنسبة للمحشي، محشي الخضروات المشكلة مع أيضا باللحم المفروم، انا استخدم بطاطس، هذا واحد، وايضا فلفل بارد اللي هو الفلفل الرومي، هذا 2، واستخدمت برضو كمان الباذنجان وهذا 3، وايضا طماطم اللي هي الحمراء هذه 4، وايضا الكوسه 5، وجلو الخيار 6. طبعا في الماضي كان في خضروات تستخدم في المدينه اللي هي القثاء، يمكن ما هي موجوده الان بكميه كبيره، ويمكن من النادر ان نحصل عليها طبعا في الاسواق، لكن يمكن نستبدلها بالخيار. طبعا هذا شيء انا اخترت الخضروات، فيمكن بالتالي الشيء الموجود في البيت، او يمكن استخدم نوع واحد من الخضروات وممكن ازيد او اغير بعض الخضروات اللي ما انا احبها. لسه ما تحب الفلفل الرومي او الباذنجان او الطماطم، فيمكن تستبدل. وريتكم الخضروات عشان اقول لكم ايش، ليش وريتكم؟ وريتكم الخضروات لان ابين لكم نقطه مهمه، انه الخضروات هذه كلها تختلف في وقت التسويه. يعني مثلا الطماطم هذا 5 دقائق حيكون مستوي، يعني 5 دقائق يكون مستوي، لكن اوكي ما استخدم كوسه واستخدم الجزر واستخدم البطاطس، فيبغى له اقل شيء ربع ساعه او 10 دقائق عشان يكون جاهز معايا في التحضير. طيب هذه لحم مفروم اضفنا لها تقريبا، هي يمكن كانت نص كيلو من اللحم المفروم، اضفت لها نص كاسه من الرز المغسول طبعا المنقوع في المويه، اضفته على اللحم المفروم بالشكل هذا. بعد كده اضفت خضروات ورقيه اللي هي بقدوريس وكزبره وايضا بعض اوراق النعناع. زي ما قلت لكم في المدينه المنوره او في المنطقه الغربيه بصفه عامه ممكن النعناع، ومو بس للشاهي، يستخدم مع السلطات زي ما تشوف حنستخدمه في السلطه، واستخدمناه في الطبخ، وايضا يمكن يستخدم في الحلويات. النعناع هي ورقه عطريه
نكهتها جدا جميلة ولذيذة. أيضا أضفت أنا بصلة ومفرومة جدا ناعم وثومة، وأيضا البهارات الكمون والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة وأيضا الملح، كلها أضفتها مع بعض وعجنتها وصارت معي عجينة هذه بالشكل هذا. أسرار المحشي، ممكن هذه حبة واحدة محشية طبعا معايا، حبة كوسة، لو تلاحظوا كيف شكلها من الداخل، إنه المحشوة دخلتها للداخل. طبعا التخريم بعد ما خرم الكوسة بالشكل هذا، مثلا هذه مثلا حبة خيار، الله جات معانا يعني، حسبتها كوس لكن طلعت خيارة بالشكل هذا. يطلع معايا اللب، احنا نسميه اللب الداخلي للخضرة. اللب هذا يمكن اضيفه انا مع عصير الطماطم، راح اضيفه لطبخ الخضروات المحشي، او انه استخدمه فوق في سطحه، او استخدمه في القاع في قاع الطبق او في قدر الطبخ اللي حطبخ فيه المحشي بالشكل هذا. طبعا نحن نفرق الخضروات وتطلع معايا اللب هذا، شفتوا كيف اللب الخضروات ما نرميه، نستخدمه بصفة عامة. طبعا احنا كل ما طبعا فرغنا الخضرة كل ما كانت ساعات خفيفة، وكل ما كانت سهل طبخها، ويكون وقت طبخها بسيط جدا. حنحشي مثلا كمية عشان نعرف كيف ايش اللي سوينا نحن في طبختنا اليوم. طبعا حنضيف الحشوة بالشكل هذا، لو تلاحظوا انه اضيفها شوية شوية اساس، واحاول اني اثبتها بالداخل تنحشي كل الخضرة. ليش؟ لانه لو كان مثلا اعطتها كمية كبيرة، فبالتالي خش نسبة هواء، فبالتالي تكون الحشوة في نصف الخضرة. لكن انا احاول ان دائما احشيها بالشكل كامل حتى تكون داخل الخضرة بالشكل هذا، واحاول اتأكد ان كلها سبتت داخل الخضرة. لو كانت في هواء او كان في نسبة هواء، أو عفوا لو كبست مع الخضروات او شيء، احاول اسوي فتحة جدا بسيطة بالشكل هذا في اسفل الكوسة او الخيار او القثة او اي خضرة تكون قاسية، بحيث انها نسبة الهواء تخرج منها وتحشي للاخير توصل النسبة. طبعا لما نحشيها الخضروات دائما احاول اخلي فراغ بقدر ارتفاع الاصبع، دائما اشيك عليه بالشكل هذا، اخليه دائما يكون فاضي بالشكل هذا. جميل جدا الحشوة حقتنا. انا لانه عملت فتحه، فتلاقي ان العصاره وكل ما اكبس كل ما احشي كل ما احاول تنزل او تخرج، لكن انا احاول انها ما تكون تفتح من تحت بالشكل هذا. اخلي ارتفاع اصبع، ليش اخلي ارتفاع اصبع فاضي بالشكل هذا؟ شوف كيف كلها ارتفاع اصبع مفتوح فاضي، حتى لانه في داخل الحشوه في رز، الرز كل ما استوى كل ما يتمدد كل ما يكبر، الحشوه حتضاعف حجمها. لو كبستها للاخير حتلاقي لما تطلع تستوي كل الخضروات كل المحشوه خارج الخضره، لكن بالشكل هذا لا تكون متوازيه ومتساويه. برضو كمان حنجرب كمان طماطم مثلا، نشيل القوم حقها بالشكل هذا. لو الكاميرا جات علينا وتشوف كيف حنسوي فتحه او شقه قطعه الطماطم بالشكل هذا، هخلي طرفها مفتوح وبالشكل هذا، واروح انزل اللب حقها. قلت يمكن استخدمه ارضيه، ممكن استخدمه مع الحشوة اللحم المفروم، وممكن ايضا كمان استخدمه مع عصير الطماطم اللي حضيفه في النهايه للخضار بالشكل هذا. ونترك مساحه كمان بالشكل هذا ونضيفها هنا. وكمان خلينا نجيب كمان حبه فلفل بارد كمان معانا، بس احنا نتاكد بانه الفرن شغال، لانه هذا الصينية حدخلها الفرن، طريقه طبخ جديده يعني او فلسفه جديده. نروح للفرن بس نتاكد انه شغلته ماده، بس اتاكد من حرارته. اوكي كويس تمام. طبعا درجه الحراره نخليها 180 ونخليه شغال فوق وتحت، ونرجع نشوف اطباقنا. حنغير القلبس. والمحشي من الاطباق جدا لذيذه والشهيه، اللي صراحه عن نفسي انا جدا احبها. نحن ممكن نقدمها مع طبق الرز، ممكن نقدمها مع الخبز الحب، وهي في الغالب يحبونها الناس مع الخبز الحب كثير. طبعا بجانب طبق الدق والسلحار، يعني نقول يعني يا سلام، يعني تكتمل السفره يعني والمائده، او يكتمل الطبق. طبعا لكل اقليم كل دوله عربيه طريقه اعداد. طبعا احنا بنتكلم عن اصل المحشي، احنا نتكلم عن اصله هو تركي، لكن موجود في بلاد الشام، موجود ايضا في مصر. كل دوله لها طريقه في الاعداد وطريقه في التقديم ايضا، قد يختلف من دوله لدوله، لكن في الاخير هو المحشي ايضا من الاطباق الشهيه واللذيذه المحبوبه للجميع. طبعا هذه حبه فلفل رومي، شوف كيف قصيناها نفس فكره الطماطم، ونحن حاشيناها ونفس الفكرة حتكون أصلا موجودة في البطاطس وأيضا في الفلفل البارد بالشكل هذا، ونحن نحاول نضيفها هنا. طبعا هذا الكمية هذه حنسويها إيش؟ إنها تكون بيضة أو بدون صلصة طماطم. طبعا حضيف أصلا بعض باقي الخضروات أو اللب اللي طلع من الخضروات مع الطبق، ونرفع هذه وحنضيف شوية موية
طبعا زي ما قلنا الخضره داخلها فيها الملح والبهارات، فبالتالي ما تحتاج الا نقفل عليها وندخلها الفرن درجه 180، نخليها تقريبا لمده ساعه، نحطها في نص الفرن لا فوق ولا تحت. اذا لحقنا عليها قبل نهايه البرنامج لحقنا، ما لحقنا تكون بس يعني شيء جاهز. نمسح طاوله العمل عشان نقدر نشوف الاطباق اللي معانا او الاطباق اللي بعدها، وحنرجع لموضوع المحشي ان شاء الله في الاخير. بعدين حنروح لطبقنا اللي حنعده، طبعا هو طبق الحلاوه التركيه من الاطباق الشهيه واللذيذه اللي قلت لكم اللي تعد خاصه في فصل الشتاء، وهي من الاطباق برضه موجوده في كثير من الدول العربيه، يعني في بلاد الشام ومصر، وايضا موجوده في المنطقه الغربيه من المملكه العربيه السعوديه. حنجيب قدر وسخن النار عليه ونجيب ملعقه خشب حلوه كذا تساعدنا في الشغل. طبعا انا حستخدم حليب، ممكن استخدم مويه ساخنه، لكن استخدم حليب فسخنته، لكن حاوطي على النار لانه سخن بما فيه الكفايه. ونرجع نعرف مكونات الحلاوه التركيه وحنخش على طول في طريقه الاعداد. طيب نحتاج تقريبا كاسه من الدقيق الابيض بالشكل هذا لو طلعت للساده المشاهدين، ايضا كمان نحتاج سمنه، وكمان نحتاج ايضا كمان تقريبا ربع كاسه من السكر اللي هو هذا السكر معانا، وايضا تقريبا ملعقه صغيره من الزنجبيل، وايضا ملعقه كبيره من الهيل المطحون. فنكهه الهيل جدا واضحه وبارزه في طبقنا هذا حتكون ان شاء الله. حنزين طبعا نحن بالفراوله، فالفراوله ما داخله في الطبق، الفراوله داخله في طبعا التزيين وتقديم الطبق. من الجميل جدا انه اليوم انا كنت بطلع في الصباح في معلومات عن مهرجان القصيم، تتوقعوا ليش؟ مو للتمور، مهرجان القصيم للفراوله حيكون في فبراير في محافظه البكيريه، فشيء جدا يعني والله يعني شيء يسر القلب. طيب حنروح لطبقنا زي ما قلت انا، نحط حنستخدم سمنه، وزي ما قلنا احنا هذا فصل او نحن في فصل الشتاء، ما فيها الا لازم يعني نتدفى ونعطي الجسم سعرات حراريه جدا عاليه، يعني نعطيه سمنه وعسله وبر وسمن وتمر، يعني نحتاج لسعرات حراريه جدا حتى الجسم يتدفى ويشعر بالدفى. يعني بالشكل هذا هضيف كل كميه السمن في القدر، في القدر اللي هعمل فيه له الحلاوه التركية، وهي من الأطباق اللذيذة والشهية المشهورة في المنطقة الغربية، خاصة تحديدا في منطقة المدينة المنورة. زي ما قلت المنطقة الغربية أيضا هي مطلة على البحر الأحمر، فبالتالي فيها أطباق كثيرة متنوعة من نفس البحر الأحمر من الأسماك والبحريات بصفة عامة. ما حنتظر إنه السمن بس يعني يقدح أو إنه يسخن معايا، بس مجرد ما يدوب السمن ويبدأ يكون سهل اني اشتغل معه. اضيف الدقيق شوي شوي، اشوف الكميه الكافيه بحيث انه يكون الدقيق يقدر يتحمر داخل السمن اللي حاضيفه بالشكل هذا، وحط لنا كل كميه الدقيق ونقلب ونحرك ونحاول نحمص الدقيق. وعشان نكسب وقتنا كمان نروح نشوف الطبق اللي هنعمله الثالث حق السلطة، عشان نكون دائما الوقت يكون ملكنا، يعني نكون احنا دائما في الوقت، لانه المطبخ من الاشياء اللي يعود على استغلال الوقت. انا افتكر كنت اعمل في الفنادق، يعني كنا ايضا دائما الشيف حريص يعني انه يحط لنا اوقات لاعداد الطبق، يعني الاوردر او الطبق حق الغرف اللي يطلع دائما، او المطعم كل طبقه في كل وجبه في المنيو هي موجوده بوقت، يعني هذا الطبق يطلع في 10 دقائق، لو زاد عندي 10 دقائق في مشكله عند الطباخ، كل شيء متوفر لك يعني، فبالتالي لازم تكون عندك وقت انك تشتغل عليه. احاول احمص الدقيق، كنت اروح للسلطه بس لكن ما ينفع لانه ما ابغى يحترق معايا، وهو بدا يتحمص معايا اعتقد اننا سوينا مشكله نحن هنا في الغاز، نرجع نعدلها نشوف. زي ما اقول لكم هذا التاثير الحراري طبعا يحتاج له حرص شديد خاصه في التسويه، لانه مجرد ما اضع ان الان القدر او كذا مجرد ترتفع الحراره على طول يعني. وانتم تلاحظوا انه الدقيق بدا يصير براون خفيف جدا لو جت الكاميرا على الدقيق، وبالشكل هذا نحن مستمرين نقلب باستمرار ونجهز ونحضر دائما الطبق حتى يكون جاهز.
بس حنروح نشيك تشيكة بسيطة جدا على الفرن. جميل جدا. نحتاج ان نكون قريبين جدا من الدقيق على اساس ما يحترق معانا. لو تلاحظوا بدا يصير لونه بني. بدا هذا اللون اللي احنا نحتاجه انه يكون معانا. انه يكون لونه بني بالشكل هذا. اروح اضيف الزنجبيل والقرفة. ولا عفوا الهيل. طبعا نكهة الهيل هي اللي هي تكون بارزة في الطبق. والطبق هذا ليه قصة. وان شاء الله اذا تكلمت عن المطبخ التركي اقول لكم قصة الطبق هذا ايش هي. وكان يعد لمن يعني. من الاطباق يعني اللي فيها قوة. تعطي قوة واصلا يعني هي طبق جدا جميل. بالشكل هذا طلعت نكهة الزنجبيل والهيل طلعت. حضيف السكر. واروح مباشرة اكون مستعد باضافة الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل هذا. حليب ساخن والدقيقة تحمص. وبالشكل هذا حلاوة التركية تكون الأمور معانا ماشية تمام. فيها قوة يعني فيها رياضة هذه. حوطي على النار. طبعا هي الآن كثافتها جدا كويسة ومضبوطة. وأنا بس أحبها تكون شوي سائلة. هضيف لها شوية سكر. أزيدها شوية سكر. نضيفنا هضيف شوية حليب كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل هذا. طبعا قد تختلف يعني إعدادها من دولة لدولة. زي ما قلت لكم أنا بعض الدول العربية يسموها سد الحنك. في مصر يسموها سد الحنك. ايش رايكم بس؟ شكلها ضبط خلاص كده تمام 100%. نتركها لوقت الغرف ونروح نشوف طبق السلطه اللي حنعمله. طبعا حوريكم بس قبل نروح طبق السلطه بوريكم المحشي اللي عملناه. لو جات الكاميرا على الطبق او على القدر تبان معانا المحشي. محشي عملته انا بالقدر بالشكل هذا. طبعا الخضروات استخدمتها وخلتها تطبخ على نار جدا هاديه. ونتركها المحشي يحتاج له نار هاديه تقريبا مده نص ساعه عشان يستوي معاي ويزبط شكله. طبعا لو جاء الكاميرا الان باينه معاكم انه المحشي حقنا زبط وخلص. ننتظر وقت الغرف. بالنسبه للسلطه حنجيب نحن طبعا اوراق من الجرجير. طبعا هي من الخضروات يعني كثير زراعتها في منطقه المدينه المنوره تحديدا وكميات جدا كبيره. نحتاج تقريبا ملعقة من زيت الزيتون. حنقلب كل المكونات عشان نقدر نشتغل عليها. كمان ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من عصير الرمان. ما هو ده بس الرمان، لا عصير الرمان نفسه. هذه رمانة فصفصنا جزء منها واخذنا عصير ملعقة منها. طبعا كمان اوراق النعناع لو تحب نستخدمها. تقريبا نص ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة وايضا ملعقة صغيرة من الملح وايضا تقريبا عرقين من البصل الاخضر الطازج الفريش. وهذه الطماطم الكرزية او الطماطم الشيري حنستخدمها في التقديم. وممكن احنا نستبدلها بطماطم عادية وممكن نستغني عن ايضا الطماطم. الان احنا معانا اوراق اللي حنستخدمها في السلطة وايضا معانا اشياء مواد سائلة. عصير الليمون وزيت الزيتون وعصير الرمان هذه مواد سائلة. طبعا التتبيل حيكون معانا بالبهار وايضا الملح. حنستخدم ايضا كمان فصوص من الرمان. فبالتالي اول شيء نجمع كل المواد السائله مع بعض بالشكل هذا. عصير الليمون وعصير الرمان وزيت الزيتون وحنضيف له الملح. الطريقه الصحيحه لتقديم السلطه يعني. ونضيف لها البهارات ونضيف الملح ونحركها مع بعض. نسموها دريسنج او تتبيله للسلطه بالشكل هذا. نتاكد بس من طعم الملح. جميل جدا. هذه مكونات الدريسنج اللي عملناه. هنجيب اوراق النعناع وهنجيب البصل الاخضر ونضيفهم مع بعض. ونجيب كمان شويه من فصوص الرمان وشويه من الطماطم الكريزيه او الطماطم الشيري بالشكل هذا. نجيب ملعقه عشان نقلب. وحطوا حنغرفها ونجيب طبق للغرف للسلطه. هذا طبق نقدم فيه السلطة.
حقتنا اللي عملناها بالشكل هذا. هتقولوا لي ما حطيت التتبيلة، نسيت الليمون ونسيت العصير ونسيت، لا ما نسيتها ان شاء الله على البال، هنرجع لها. بس نكمل غرفة السلطة، أساسيات اللي احنا عملنا احنا الآن، والطريقة الصحيحة لتقديم السلطة بالشكل هذا. هنجيب فصوص الرمان ونحطها على السلطة بالشكل هذا. نجيب كمان حبتين الطماطم الشيري اللي تقطعناها بالشكل هذا، وكمان نجيب الآن حنستخدم فيها التتبيلة اللي عملناها، ونجيبها ونبدأ نضيفها على وقت التقديم، نضيفها على الأوراق اللي عملناها اللي هي أوراق الجرجير والبصل الأخضر بإضافة الطماطم الشيري بالشكل هذا. تكون في نهاية المرحلة وفهمت شيء نضيفها، وتكون سلطتنا جدا جاهزة وبالشكل هذا، جاهزة للتقديم، وإن شاء الله تستمتعون فيها. إن شاء الله الكاميرا أنت تجيب شكلها كيف صار وقتها للتقديم. ونروح للحلاوة التركية، بس أنا حابب أتأكد من طعم السكر اللي فيها وطعمها كيف، وإن شاء الله أمورها تمام. طبعا هنجيب طبق اللي قدم فيه المحشي اللي عملناه نحن. نرفع كل الأمور اللي استغنينا وخلصنا منها عشان نترك مجال للعمل. شكله يفتح النفس. نجيب طبق كمان آخر. هنقدم طبق مع الرز وطبق يمكن ناكله مع الخبز بالشكل هذا. نسيت الملقاطة، المفروض نجيب كذا ملقاطة عشان يسهل علينا الشغل، يعني ما حبيت تتكسر شيء. ما ابغى اتكسر اي خضرة من الخضروات اللي عملتها. نجيب باذنجان كمان. نجيب حبة بطاطس. لو تلاحظوا كل الحشوة كانت داخل الخضار، لو تلاحظوا الطماطم بدأت تتفرتك لأنه طولت شوية على النار. ودائما أقول لكم إنه الخضروات في تسويتها ما هي متساوية، هذا رز. رز بخاري نقدمه معاها. نجيب ملعقة نحط شوية صوص. بالشكل هذا. وطبق المحشي هذا صراحة والله في الألف، يعني طعمه حيكون شهي ولذيذ جدا إن شاء الله. لو الكاميرا جات على الطبق، ونحن نساوي طبق كمان استاذ زي ما قلت لكم، احنا دائما نحاول نقدم اطباقنا بشكل حديث وعصري بصفه عامه المطبخ السعودي، حتى يعني يكون في له يعني عالميا، المطبخ عالمي فيحتاج ان نقدمه بصوره عالميه. حجيب انا بس نحاول نرفع، حجيب شويه كوسه هنا عندي، هقدمها دحين انا بطريقة ستايل او طريقة حديثة نفس هو المحشي بالشكل هذا. لو تلاحظوا الحشو كيف شكلها ساير. هنجيب كمان الخيار. طبعا هذا الباقي يمكن احنا ايضا كمان نزين في الطبق او يمكن نقدمه، وهذا خيار. وهنجيب ثمرة من الباذنجان شكله جميل. ونجيبكم حبة الطماطم هذه، يا سلام ما تبي تطلع معنا. هذا محشي برضو كمان قدمناه طبعا بشكل جدا جميل. طبعا المحشي من الاطباق زي ما قلت لكم الشهية واللذيذة والمشهورة طبعا تقريبا في اكثر دول العالم العربي، لكن كل منطقة وكل دولة يمكن لها طريقة في اعداد وتقديم. حنروح طبعا بعد ما نحن بس نحط شويه صوص، يعني هذا محشي ستايل يعني شيء كده حديث وشيء جدا جميل. طبعا حنروح للطبق الاخير اللي احنا عديناه اللي هو طبق الحلا، اللي هو طبق الحلاوه التركيه. بس نوسع المكان حتى نقدر نشتغل. زي ما قلنا هذا طبق سلطه الجرجير، وهذا المحشي طبعا مع الرز، وهذا المحشي بطريقه ستايل يمكن احنا نقدمه بشكل جدا جميل وحديث.
نجيب الحلاوة التركية هنضيفها في طبق ونحاول كم برضو كمان نقدمها بشكل جدا جميل. أو بشكل مختلف نوعا ما. هذه الطماطم الشيرة أنا عملتها قبل كده، شويتها بشوية زيت زيتون وشوية ملح، هنضيفها على أطراف المحشي. شوفوا نسيتها، توي شفتها بس. بالشكل هذا. هنجيب ملعقة وشوية سمنة، أحطها في شوية سمنة وأبدأ أضيفها، أبدأ أشكل فيها شكل الحلاوة التركية. طبعا احنا ممكن نضيف لها أي صوص، أنا بس ما حبيت أضيف لها أي صوص لأن فيها نكهة جدا جميلة، نكهة الهيل والسمنة عاملة عمايلها. فقط بس نحط لها الفراولة تكون شكلها جميل جدا، ما احتاج نكتر فيها كثير من الصوصات أو إنها تروح طعمها أو شكلها يصير بعيد عن الفكرة الأساسية منها. بالشكل هذا. اليوم نحن طبعا كنا في المنطقة، ضيوف في المنطقة الغربية طبعا من مملكتنا الحبيبة، قدمنا فيها أطباق كثيرة، نرجع نذكر فيها سريع قبل أن ينتهي وقتنا. هذا طبق الحلا اللي عملناه، لو جت الكاميرا عليه تبينه، اللي هي طبق الحلاوة التركية. طبعا عملناه من السمنة وأضفنا له الهيل وأضفنا له أيضا الدقيق الأبيض وحمصناه. طبعا هذا طبق الثاني اللي هو كان مع طبق المحشي، طبق رئيسي، وقدمناه بصورة ستايل وصورة عادية تقليدية يمكن مع الرز. وأيضا طبقنا الثالث كان هو طبق السلطة اللذيذة الشهية اللي قدمناه طبعا من الأوراق الجرجير بالإضافة النعناع وإضافة أيضا التتبيلة. طبعا إن شاء الله تكون استمتعت واستفدت. نحن الأسبوع ما انتهينا، لسه باقي لنا بكرة وبعده إن شاء الله حننتقل في باقي لنا ثلاث مناطق من مناطق المملكة العربية السعودية. طبعا المملكة العربية السعودية والمطبخ السعودي بصفة عامة مطبخ جدا غني، فعشان كده احنا دائما حريصين نقدمه بستايل حديث، لأنه مطبخ عالمي، المطبخ مو سهل، المطبخ السعودي مو سهل، مطبخ جدا غني بأشياء كثير من الأطباق، اللي هي طبعا موجودة من موروثنا وطبيعة المملكة العربية السعودية الزراعية أيضا الغنية بأشياء بأطباق ب يعني ثروة غذائية كثيرة طبعا، بالإضافة البحرية، بالإضافة أيضا الحيوانية، بالإضافة الألبان والأجبان اللي يمكن لا نغطيها في برنامج، لكن احنا دائما حريصين أننا نجتهد ونبذل مجهود أننا نقدم كل ما يعني يعكس ثقافتنا وحضارتنا وتراثنا وموروثاتنا في المملكة العربية السعودية. طبعا أنا كنت معاكم من أمام الكاميرا الشيف سفير المطبخ السعودي الشيف عبد الصمد الهوساوي، وإن شاء الله دائما نلتقي على خير ودائما إن شاء الله تكونوا على الموعد 12-20 دقيقة إن شاء الله يوميا معاكم إن شاء الله. لا تروحوا بعيد، بقينا البكرة وبعده حنعرف عن باقي مناطق المملكة السعودية وأطباقنا السعودية الشهية اللذيذة. إن شاء الله تكونوا استفدتم من أطباق اليوم وتستمتعوا فيها إن شاء الله. ألتقيكم إن شاء الله باكر، في أمان الله.